يعني هنبيع الكاش ده ب 35 جنيه، و10 في الالعاب وال 7 جنيه على 65 جنيه، 70 جنيه بس حته حلوه 39 بدل 100. بص البلاتي ب 65 دي ب 22 يا جماعه، بقى 65 جنيه كل ده ب 135، بس دي النهارده ب 75 جنيه، واحد ده ب 20 جنيه، 85 جنيه اللي هو ب 25 اللي هو ب 65 جنيه، انا النهارده ب 80 جنيه كوفير 120 جنيه مقاسات 14 جنيه 12 14 النهارده ب 195 جنيه، ال 35 بدل 10 جنيه 65 بدل 135، وبت شتوي برده ب 65 جنيه 35 ب 85 جنيه ماكس شغل ماكس 47 جنيه اللي هو اول مقاس فيه. احنا موجودين فين؟ في القاهره في العتبه عمارة بازار عفو شجرش العتبه الدور الثالث سنتر النهار. والفيديو كامل لو بتابعوني فيسبوك وتيك توك هينزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب، العنوان بالتفصيل بيبقى متصور في نهايه الفيديو، الارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله بخير. الاخبار؟ تصفيات سنتر النهار نار بكام النهارده؟ 35. يعني هنبيع الكاش ده ب 35 جنيه. مقاساته لحد مقاس كام؟ 3 مقاسات 8 10 12. تمام، بصوا الجمال كل ده 8 وده مقاس 10 على 35 جنيه. حلو ده على 35. في ايه تاني معانا؟ 65 جنيه ده اطفال مقاساته؟ قطم اطفال مقاس 1 و2 و3. تمام على 65. بس ام محترمه تروحوا بيها حضانه تخرجوا بيها حاجه كويسه مش شعبي يعني على 65 جنيه. تمام، في اشكال منه كتير برضو، في اولادي وبناتي، اولادي وبناتي. بصوا كل ده ب 65، رسوماته كتير على 65. بص كده في كات على 65، في النص البلاتي ب 65، وثلاثة يلبس ثلاثة فعلي. اه ثلاثة يلبس ثلاثة فعلي، كله يلبس ثلاثة فعلي يا جماعة على 65 جنيه كل ده. تمام كله ب 65. في بعد كده البنطلون بتاعه اه 75 جنيه، 75 1 2 3 برضه 1 2 3. بصوا الجمال كل ده النهارده ب 75 جنيه 1 2 3 على 75. تمام منه برضه اشكال كتيره، اشكاله كتير. بصوا كل دي اشكال بلاتي. تمام بصوا كل ده حلو قوي، ده كله موجود بقى كله على 75، كله ب 75 بنطلون اللي هو البنطلون، انما الشورت على 65 جنيه. تمام تسلم ايديك. دي مرحله ثانيه؟ اه ده 4 6 8، ده 4 6 8 عامل كام؟ 85 جنيه بس، 85 جنيه اللي هو يلبس لحد 6 سنين. اه انا عايز اقول لكم ابو 85 في موديلات ثانيه كتير بس عشان وقت الفيديو بنختصر لكم بس. بصوا ده برده ب 65، ده اولادي كله قلت لي كام؟ 85، انا بقول له 65 85، كل ده ب 85 يا جماعه باشكاله على 85 جنيه، ولادي وبناتي كتيره وموديلات كتيره. تمام اكتر من كده كمان بس مش هنعرف نعرف كده عشان وقت الفيديو، بس بنختصر لكم على 85. لينك التليجرام بيبقى موجود في اول تعليق مثبت والارقام موجوده على الشاشه للتواصل. في ايه تاني معانا يا اسلام؟ عندي برضه موديلات اشكال زي كده، اشكال موديل شورت مقاسات 4 6 8، 4 6 8 وسعره حلو قوي ب 85 جنيه 4 6 8. في منه ثلاث اشكال وثلاث رسومات، وفي منه 1 2 3 كمان هنشوفه دلوقتي برضه ب 65 جنيه، 1 2 3 منه على 65 جنيه برضه هنشوفه دلوقتي. عايز اقول لكم اي موديل الوانه متاحه وعلى نفس السعر والمصنع كده ممكن تلاقوا موديلات كتير مش نفس الموديل. بصوا برضه ده 1 2 3، ده 1 2 3 اللي هو ب 65 جنيه، حلو قوي على 65 جنيه. تسلمي. ولادي وبناتي ها؟ اه اولادي وبناتي على 65 جنيه كل ده. تسلم ايدك. تمام هنيجي بقى للشغل اللوكسيات. بصوا حته فخامه لوكس بناتي ب 120 جنيه، مقاساتها ايه؟ بدل 140، مقاساتها 1 2 3. تمام حلو قوي على 120، وتنفع خروج على فكره. لا هي بياخدوها شكلها تحفه والكلام ده، اه نوادي حضانات خروج. بعد كده عندنا مرحله كبيره بقى زي اه دي 12 14 ولا ايه دي؟ دي 10 12 14، 10 12 14 وسعرها؟ عامله 195 بدل 215، 195 بدل 215. دي من المرحله الصغيره برضه، المرحله الصغيره. الشحن عندنا من قد ايه يا اسلام؟ احنا عندنا هنا في الترنجه من اول ثلاث قطع، من ثلاث قطع مشكلين عادي. تمام الله، دي الصغيره عامله كام المرحله الصغيره؟ المرحله الصغيره دي 135 بدل 155، 1 2 3 135 بدل 155. مقاس فيها مقاس واحد، يعني عندنا حاجات 9 شهور سنه الكلام ده. تمام عايز اقول عندنا حاجات من 65 وعندنا ب 100 وكسور وعندنا ب 200 وي. الميزه هنا في سنتر النهار كل الاسعار بتلاقوها موجوده، يعني الهادي والوسط وشغل بونجورنو العالي والماكس كله موجود. بص دي برده 4 6 8 حلوه، دي 4 6 8 عامله 165 بدل 185، 165 بدل 185 حلوه الحته دي، عليها خصم 20 جنيه في التصفيات. تمام حاجه برده زي كده ب 135 بدل 155، 135 بدل 155. بصوا كده بيطلع 5 جنيه في المقاس، حلو قوي 135 اه بدل 155، بس ده كل مقاس بيزيد، كل مقاس بيزيد 5 جنيه، 5 جنيه حلو جدا ده. تمام لغايه مقاس سمول اهو، لحد السمول اللي هو 185، ب 185 السمول. تمام
عندنا طقم قمر. عندي طقم زي كده، ده طقم خروج بشورت جبردين حته شياكه، ده ب 185 بدل 205. 185 بدل 205 بس مقاسات صغيره يا اسلام. ده سنه واثنين وثلاثه، سنه اثنين ثلاثه. كله بكام؟ 185 بدل 205. كل ده ب 185 يعني. بصوا كل ده خروج اهو يا جماعه على 185 جنيه. تمام، حلو. ده على اختلاف بقى الشورت، سواء جينز جبردين التيشيرت برده بيختلف. تمام، في ايه تاني معانا؟ في عندي بقى حاجات لوكسيات برده. اللوكسيات حلو قوي. عايزه اقول لكم ان انا واخده من هنا من سنتين ماكس، شغل ماكس فظيع، كانه لسه جاي جديد حرفيا بعد الغسيل والله. كام النهارده؟ ده ب 295 بدل 315. 295 بدل 315، ده مقاساته 12 14 16 ولا؟ من 6 ل 12. من 6 ل 12. مقاس 12 اكبر مقاس فيه، بس يلبس 12 سنه. يلبس فعلي 12. الشغل اللوكس مقاسه فعلي. معروف يعني. تمام. برضو عندي البناتي بتاعه مقاسات صغيره كده. البناتي مقاسات صغيره. كام مقاساته برضو؟ 2 4 ولا ايه؟ ولا 1 2؟ 2 3 4 5. لحد 5. من 2 ل 5 يا جماعه. الله، طب شكله حلو قوي. قوي، وده خروج رسمي. البنطلون نفسه مجزع كده وحلو قوي، ومن هنا برضو شارلستون شكله حلو قوي. ده كام الطقم ده؟ طيب ده بدل 255 جنيه. تمام، يعني السعر 255. تمام، نحسبه 235 على طول. 235 خصم 20 جنيه على شغل اللوكس ده. تمام، ده شغل ماكس. ده ماكس بقى، عايز اقول لكم براند محترم قوي ماكس ده يا جماعه، يعني على ضمانتي. واخده منه كاشات، واخده هوت شورت منه، شغل تحفه. التيشيرت الاوفر سايز، ده الاوفر سايز والبنطلون مع البنطلون. كام النهارده ده برضه يا اسلام؟ ده عامل 290 جنيه بدل 320. 290 بدل 320. تمام، تسلم. اشكاله كتيره طبعا، بالوانه كتير. الماكس بصوا بالوان بمقاساته، الماكس كله، كل تشكيله الماكس هتلاقوها موجوده هنا. في عندي برضه فستان أوي. اللي زي كده ده فستان برضه. مقاساته ايه برضه يا اسلام؟ قول. ده من 6 ل 12. من 6 ل 12. عامل 230 بدل 270. 230 بدل 270، ده من 6 ل 12. من 6 ل 12. حلو قوي. تمام، برضو في منه الوان كتير. في منه الوان كتير واشكال كتير ونقشات برضو كتير، مش شكل واحد. تمام، بصوا كده الاشكال اهو، دي اشكال ثانيه برضو اهي يا جماعه. شغل تي ام برضو فظيع، يعني تي ام وبونجورنو والماكس انضف حاجه في بيتهيألي في شغل الاطفال زي ما انتم شايفين لحد المحيرات. تمام، برضو الرجالي رويا. الرجالي ورايا برضو براند محترم قوي. الرايا برضو اسعاره ايه؟ ده باشا الاشراط منه بتبتدي من 540 جنيه. اللي هو ده بدل 560 جنيه. ده 540 بدل 560. طب والباقي؟ واي حاجه ببنطلون بقى 615 و 595. بس حاجه محترمه خروج. لا ده قطن صغير. بصوا حاجه كده فخامه. تمام، تسلم ايديك. معانا برضو دي مرحله ايه؟ كريز. 10 12 14 ده مصنع كريز. تمام، ده ال 10 يعني، ده اللي هو اول مقاس فيه. اول مقاس ويلبس 10 فعلي. فعلي. كام النهارده؟ ده 220 بدل 240. 220 بدل 240، 10 12 14 ده اصغر مقاس. في طبعا من المرحله دي في بتاع اكتر من 10 اشكال يعني. الاشكال كلها متاحه، انا بديكوا بس عينه كده من الشغل. بص اللي جاي برده. ده زيتون؟ ده زيتون. زيتون. حلو قوي. 139 بدل 160. 139 بدل 160، بنحسب لكم بالجنيه. 139. في منه مقاسات طبعا، كل مقاس برضه بيزيد 5 جنيه. وبرضه اشكال منه كتير. بصوا احنا اللي بيجي قدامنا بنعرضه، اشكاله كلها متاحه. بصوا ده. عندي برضه الحريم بكم. لحد 3 اكس ولا هو 1 سايز؟ لا ده بيبقى 1 سايز كله. 1 سايز كله. البنطلون اللي هو الباجي او الكارجو ده باجي. حلو قوي ده. تمام. والتيشيرت. 85. اللي هو الوان سايز، اللي هو المقاس العادي، اللي هو اللي بيلبس دبل اكس، اكس لارج دبل اكس. كام ده برضو؟ ده عامل 270 بدل 290. 270 بدل 290، خصم برضو 20 جنيه، اغلب الشغل عليه خصم 20 و25. تمام. عايز اقول ان العروض كتير، بس احنا عايزين نتنقل لقسم البيبي بقى. أكيد. عندنا كل ما يخص البيبيهات من اول، من قبل ما يتولد، كل حاجه لحد ما يبدا يمشي، كل حاجه عندنا موجوده دي. هنشوفها دلوقتي، كملوا الفيديو ولايك. نيجي بقى هنا القسم البيبي، كل ما يخص البيبي. ازيك يا سيف؟ الحمد لله. الاخبار؟ هنبدا بايه النهارده؟ نبدا باذن الله معانا البنطلون، كل ما يخص البيبيهات مواليد يا جماعه. البنطلون ده ب 7 جنيه. ده من 8 اللي هو الفانيله بتاعته ب 7. تمام، ده ب 8 جنيه والفانيله بتاعته ب 7 جنيه. الفانيله بتاعته حاليا يومين بالظبط وجاي. تمام، حلو قوي. على ما الفيديو ينزل. ده النهارده معانا ب 8 جنيه والفانيله ب 7. البنطلون ده برده خامه اعلى سنه، ده شتوي. 15 جنيه.
ده شتوي يا جماعه، ده النهارده ب 15 جنيه، ده شتوي حلو قوي. تمام، على 15 الوان ومتاحه. الحاجات دي من ثلاث قطع يا سيف صح؟ اه، من اول ثلاث قطع، الباقي كله من اول قطع عادي. بس الدخل بيبقى ثلاث قطع انا عارفه. من اول ثلاث قطع. فقلت انبه عليكم برضه. البنطلون المشجر. ده البنطلون ده برضه قطن اهو. قطن صفر. كام النهارده؟ ده من اول مقاس عامل 24 اللي هو مقاس من 0 ل 3. تمام. من 3 ل 6 عامل 26 جنيه. تمام، 24 و26. تمام، يزيد 2 جنيه يعني ولا ايه؟ كل مقاس بيزيد 2 جنيه. كل مقاس بيزيد 2 جنيه. والفانيلا بتاعت الحمالة برضه مشجر، ممكن تعملوا برضه طاقة. تمام. عامل 20 جنيه الفانيلا. الفانيلا ب 20 بس دي قطن اعلى شوية من الأولانية. تمام، تسلم ايدك. دي خيمة ودي خيمة. تمام. نخش بقى في البيجامات. نكمل مع بعض البيجامات. معانا ايه تاني؟ معانا البيجامة دي الجزار عاملة 47 جنيه. دي بيجامة الجزار؟ مقاس واحد بس. استنى لنا ناخد سكرين، دي ب 47 جنيه. 47 ده الشتوي نزل خلاص. هي مقاس واحد. حلو قوي مبطنه 47. دي الوان كلها ايه؟ الواننا كلها متاحه. تمام، وعندك بقى برده بيجامه برده 83 جنيه بس. دي 83 منها. اه، اللي هي تلبس سنه ونص سنتين مثلا ولا لا؟ ست شهور. ست شهور. اه، دي مواليد بس دي تجيب سته، دي ممكن تجيب 8 شهور كمان. عامله كام قلت لي؟ عامله 83 جنيه. 83. تمام، كل ده شتوي يا جماعه. ايه؟ الوانها كلها متاحه 83. تمام، خشي برده على ايه؟ بيجامه دي، بيجامه حاجه زي كده، دي شتوي بقى. قمر بولر. بولر فار ب 85 جنيه. ب 85 بولر، والبنطلون ميلتون ب 85 جنيه. مظبوط. تمام، خش ورده على السلوبيتات عامله 65. السلوبيت بيبدا عندنا ب 65 جنيه. ب 65 جنيه السلوبيت شتوي برده ب 65 جنيه. تمام، كل ده شتوي. في سلوبيت برده اعلى سنه. سلوبيت اعلى سنه. دي البقر. دي اللي هي البقر يا جماعه، دي اعلى شويه. الله، حلوه دي عامله 160 جنيه. دي النهارده ب 160 جنيه، خروج قمر دي ب 160. تسلم ايدك. تمام، دي برضو. بص السلوبيت، نكمل مع بعض السلوبيتات. كام النهارده دي؟ دي عامله 135. دي على ب 135 بس دي حلوه قوي. استنى لنا ناخد على سكرين. بصوا الجمال، دي النهارده ب 135، شكلها تحفه. دي البولر الزبده اللي هو الناعم شويه، حلو قوي دي. تمام، تسلم ايديك. في ايه تاني معانا؟ معانا البافيتا. البافيتات. طب ما تجيب لنا السلوبيتا دي الاول، نكمل السلوبيتات كده استاذنك. بص نكمل مع بعض السلوبيتات وبعدين نجيب لكم البافيتات. دي برضه سلوبيتا نوع تاني. دي نوع تاني برضه. هنا. تمام، اه. كليبس. حلوه دي. دي النهارده ب 160 جنيه. تسلم ايديك. عايزه اقول لكم اي موديل من السلوبيتات بتشوفوه موجود بالوانه زي ما انتم شايفين. الشحن عندنا من كام قطعه يا سيف؟ الشحن عندنا من قد ايه؟ ولا نسال اسلام؟ اللي انت عايزاه بس. اي حاجه. هتاكد لكم برضه من اسلام. تمام. معانا ايه تاني؟ الشرابات دي. قرب لي بس كده الشراب. بصوا الجمال. كام النهارده ده؟ ده ب 20 جنيه الشراب. ده ب 20 جنيه، الشراب ب 20، شراب ببيهات على 20 جنيه، ركزوا معانا في الاسعار والعروض. والشراب ده برضه ب 7 جنيه. ده ب 7 جنيه، التلاتة مع بعض؟ اه، التلاتة مع بعض عاملين 20. التلاتة ب 20، اه ما هو ياخد التلاتة. ايوه. صح، مفيش بالقطعة. ايوه مفيش بالقطعة. هو واقف عليها ب 7 جنيه الواحد. أيوه. بس هو الباكت على بعضه ب 20. جنيه. حلو قوي ده، تمام على 20 جنيه. في ايه تاني معانا؟ عندنا الرفيع بقى، اللي عايز تجيب بافيتات تجيب اللي انت عايزه. كمل معايا. فرشة الليسة للتف. الفرشة بتاع الليسة اللي هي بتاع البيبي يا جماعة. حلو قوي. 30 جنيه. دي ب 30 جنيه. فرشة ب 30. عندك التتينة. التتينة. برضه 30. التتينة يا جماعة. برضه مش ب 30 خد. اه حلو قوي، بيبي تون ب 30. وعندك سباغة ازاز. دي ازاز يا جماعة. حلو قوي، الببرونة الازاز. كام النهارده؟ ب 30 جنيه الازاز. حلو، والازاز حاجه محترمه ونظيفه وما بتشيلش بكتيريا ولا حاجات من دي طالما بتتغسل كويس. هنكمل مع بعض مستحضرات العنايه بقى. وال عندك جونسون. تمام، ده جونسون كام؟ عامله 100 جنيه. دي ب 100 جنيه. طب واللي معايا دول؟ دول برفوم عامله 55. ب 55. ده برفوم غير اللي هو كحول. ما فيهوش كحول، هو اطفال ب 55 جنيه. وده شامبو جونسون عامل 50. وده شامبو الجونسون ب 50 جنيه. ده شامبو بندولين عامل برده كام؟ 100. بندولين يا جماعه، بندولين ب 100 جنيه، بندولين ماركه محترمه برده زي جونسون كده للاطفال، عندهم كل الماركات هتلاقوها. طب بما اننا بقى جبنا الشامبو، فين الليفه؟ الليفه عندنا تبدا من اول 12 جنيه. من 12 جنيه. ولاد وبنات. استنى لنا. ومش هتفرق ولادي وبنات في الليفه كمان، وريها لي طيب معلش. دي معانا هي يا جماعه ب 12 جنيه الليفه. تمام، ده الشكل ده، ورينا بقى دي. دي برضه دي اللي هي الجلافز. تمام، الليفه الجلافز بكام؟ عامله 25. دي ب 25، دي الكبيره الجلافز يا جماعه باشكال اهي. دي برضه الليفه اللي هي الفواكه ب 25. الليفه الفواكه. دي 25 جنيه. حلو قوي، دي سفنج ب 25 جنيه. اهي، دي الليفه الفواكه على 25. الاستحمام بقى، البانيو. ده اللي هو بيتقفل ويتفتح. ده اللي هو السلك. معانا البانيو بيبدا معاك ب 195. انا واحد ده. ده اللي هو ادينا وشه ده النهارده ب 195 جنيه البانيو. في اعلى منه ب 340. في اعلى من ده ب 340. طب واللي في ايدك ده؟ ده عامل 540 جنيه، ده اللي هو السلك. ده السلك ب 540 اللي هو بيتلم يا جماعه
ويتفرد حلو قوي. استخدامية مثلا تشيلي في مكان ضيق الكلام ده. اه ما بياخدش مساحه. تمام حلو قوي. وبعد ما تخلص استحمام ويكبر شويه اعمليه طبق غسيل حلو قوي هيمشي معاكي برضه. مش هيقول لا. خش بقى الكوبرتا. يعني ايه ندخل على الكوبرتا. تبدا معاه من 80 جنيه. من اول 80 جنيه. تمام. بولر برضه. والله حلوه دي. بصوا الكوفرتا دي حلوه جدا دي. دي معانا النهارده ب 80 جنيه كوفرتا شتوي ب 80 بكل اشكالها. حلوه دي برضو. تمام. الوانها كلها فيها دي فيها كميات كبيره. تمام موجود كميات منها بس هي كوفرتا محترمه يعني حلوه قوي. دي بقى بتاعت الهدايا والشغل العالي اللي هو غالي انا عارفه. دي حلوه دي. اه وش كده ووش كده. تنفع برضو جنب تاني مثلا لو الطفل خارج والكلام دوت. تمام. تتنقله كده. تتنيه. حلوه دي. هو الزنت دخل دماغه وتتنقل كده فانو تخش. تمام حلو قوي. دي في منها اللبني والبنك. عامله كام طيب؟ عامله 315 جنيه. 315 حلو قوي. البنك واللبني ب 315 اللي هي السنافر. البطانيه اللي هي ايه؟ طبقتين بقى. بطانيه طبقتين. بص سيف جايب لكم الغالي كله. بطانيه طبقتين. بصي الله حلو قوي. ده الحاف ده ولا ايه؟ احنا اجور ما بنتغطاش بيها من طول. بص والله العظيم تقيله قوي. كام النهارده؟ بس دي عايزه شقه يا جماعه مش هتنفع خروج تقيله عليكي. كام النهارده دي؟ 390. 390 جنيه بس حته محترمه على 390 جنيه. في اشكال بقى منها والوان كتير. كل الوان. في الوان برده اهو. الوان تاني لبني اهو يا جماعه. لبني برده. يعني في الوان منها. والبينك بتاعها موجود واحنا فتحنا اللي هو اللي بيدي الطحيني شويه. معانا البافيتا دي ب 14 جنيه. دي بافيتا ب 14 جنيه. من اول البافيتا. تمام بس برده ثلاث قطع صح كده يا سيف ولا ايه؟ اه ثلاث قطع برده. البافيتات دي من ثلاثه الترنجات والحاجات دي بالقطع عادي. دي البافيتا اللي بيلبسها في دراعه. تمام بتلبس في الدراع والرقبه من ورا. كام النهارده دي؟ ده عامله 24. دي ب 24 جنيه. وعليها قسم عليها عامله هنا 22 جنيه بس. ب 22 دي ب 22 يا جماعه بالوانها كلها. وفي الشراوات دي اعلى من الشراوات اللي هي ب 7 جنيه. ده عامل 36. الثلاثه ب 36. وده ب 42. كارت اعلى شويه. ده كارت اعلى شويه ب 42. يعني في ثلاث انواع من الشربات عشان ايه تبقوا عارفين. في بيبدا من اللي هو ب 7 جنيه. مفرش الغيور. ووتر بروف. ووتر بروف حلو قوي ده. ده عامل 60 جنيه. ده ب 60 جنيه. مفرش ووتر بروف ب 60. كل الالوان يعني مش هقول لك لا في مفيش لا. تمام الوانه كلها متاحه على 60 جنيه. حلو قوي. تمام. نيجي بقى للشيالات. عندك شيالات بتاعت 150 جنيه. اللي هي دي يا جماعه خدوا سكرين بس اعدلها لنا بس يا سيف تمام ب 150. 150 جنيه. دي النهارده خدوا سكرين على 150 جنيه بس في منها الوان كتير على 150. تمام حلوه برده وتحسوها جنس في نفسها كده. ادي لون تاني منها اهو. ودي برده ب 150 الشيالات يا جماعه. كل ده على 150 زي ما انتم شايفين. ودي لون تاني اهو. كل ده ب 150 جنيه. دي حاجه تانيه. دي اعلى شويه. كل ما بتعلو في السعر الخامه بتعلى والتقفيل بيبقى احسن والماركه بتعلى شويه. اه انا بقول لهم الخامه اهم حاجه بتبقى اعلى شويه. الله تحفه. دي بكام دي؟ واو عامله معاكي متاكد لكم الصدى. 75 جنيه. دي ب 275 جنيه بس حته حلوه قوي على 275 برده في في الغامق منها وفي الفاتح وفي الغامق على. تمام حلو قوي. تسلم ايديك. خش بقى على الشنطه. الشنطه دي للبيبي. دي شنطه بيبي تشيل معاكي بتاع 20 طقم للبيبي. حلو قوي دي. بتشيل الحاجات دي بتشيل يا جماعه. حراري. اه للبيبرونه والحاجات مزبوط. دي تمام. دي عامله 285. 285 تمام. اعلى منها سن. اعلى سن. دي بقى ووتر برضو بروف. ووتر بروف تمام. وعامله كام برضو يا دي يا سيف؟ عامله 345. 345 كلها بيبقى فيها نفس حراري. التقسيمه فيها والهدوم من جوه. يعني ايه تشيل البيبرونات والحاجات الدافيه قدام والحاجات كل والهدوم حاجة. كلها جوه. دي بقى حلو اختلاف عن الشنطه دي اللي هي فيها شنطه سحريه من ورا. اه فيها سوسته سحريه تحطي مثلا حاجتك. اه حلوه دي جديده برده. برده اعلى منها ايه؟ دي اللي تحفه من اول ما امسكها قلت له دي خطيره. بصوا شكلها حلو قوي قوي وبرده كلها فيها حافظه من قدام. كلها فيها حافظه. اي شنطه تقريبا بيبي بيبقى كده فيها حافظه وحراري. تمام وبرده اعلى ماتيريال فيها. دي اعلى خامه فيها يا جماعه اعلى ماتيريال فيها. وكام النهارده دي؟ دي بقى معاها جراب ببرونه زياده. جراب ببرونه كمان. تمام وتعمل كام يا سيف؟ دي عامله ثانيه اقول لك هنأكد على سعرها. دي ب 345 جنيه. تمام بصوا قلنا الشنطه دي هتبقى ب 345 يا جماعه بناكد لكم سعر لان قلنا السعر غلط صح؟ 370 بدل 345. تمام دي ب 370 كنا بنتاكد لكم بس من السعر. تمام تسلم ايدك. نيجي بقى معانا المخدات. تمام حلوه دي. اول مقاس فيها عامل 100. هي مقاسات؟ اه في مقاس وراكي فوق اهو. اه ده اكبر يا جماعه اللي فوق ده. عامل 280. 280 انما اللي معاك دي ب 100 جنيه. 100 جنيه. دي ب 100 يا جماعه. الوان على 100 تمام. بص السرير القمر ده. السرير القمر ده؟ لا تنزله لنا تحت يبان يا سيف. اه
بصوا الجمال سيبه زي ما هو تمام. فيها العاب والكلام ده كله. فيها العاب وكل حاجه. عامل 210. ده ب 210 في الالعاب والمخده على 210 تمام. تسلم ايدك. طب والسرير الكبير ده اللي حابب. بيبينست اللي هو بيتلم يصغر ويكبر. ده اللي هو الدوريه. هنختم لكم بيه حته فخامه كده. ده اللي هو الدوريه. وده كام النهارده؟ ده قمر ده يا جماعه حلو قوي. 450 وفي منه عامل 550. 450 وفي 550 تمام. بصوا الجمال. يعني تجيبيه على اللون ده. الله اللون ده هيجي معاك. هيجي معاكم. بصوا الجمال. حلو قوي الحته دي على فكره. ودي من هنا. الله تحفه. بصوا الجمال. وادي المخده. وادي الناموسيه. والناموسيه كمان. طب والله ما حرمكم من حاجه الراجل يا جماعه. قول لي كام ده النهارده؟ لا سعره دلوقتي عامل 450 بعد الخصم. 450 جنيه بعد الخصم. تسلم ايدك وتعبتك معايا. احنا موجودين فين؟ في القاهره في العتبه عمارة بازار عفوش جراش العتبه الدور الثالث سنتر النهار. والفيديو كامل لو بتابعوني فيسبوك وتيك توك هينزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب. العنوان بالتفصيل بيبقى متصور في نهايه الفيديو. الارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. احبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. يبقى العنوان احنا واقفين دلوقتي انا بصور لكم من قلب عمارة بازار على في وشنا على طول. ده جراش العتبه زي ما انتم شايفين كده. عملت لكم عليه زوم كمان قدامنا على طول حامل المسك وفتحه خيط. والشارع اللي جنب الجراش ده اللي هعمل لكم عليه زوم ده بتخرجوا منه من محطه مترو العتبه. يعني هتركبوا اي محطه مترو وتنزلوا مترو العتبه وتخرجوا من الشارع ده هتلاقوا على طول الجراش على شمالكم من الشارع ده. وكمان المسرح القومي اللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده هيكون على يمينكم على طول. بصوا ده المسرح القومي. انا بزوم لكم على الحاجه عشان بس تشوفوها كويس كده. بقى قدامنا على طول الجراش والمسرح القومي والشارع اللي في النص ده اللي بنخرج منه على طول من محطه المترو واللي احنا فيه ده يعتبر شارع ميدان العتبه على طول. عماره بازار في وش الجراش على طول زي ما انتم شايفين كده. هنطلع احنا بقى للدور الثالث عند سنتر النهار في قلب العماره يا جماعه. ودي اليافطه بتاعتهم ودي المكتب كمان عندهم كل ما يخص بقى لبس الاطفال من اول مواليد بيبهات لحد المحيرات ولادي وبناتي وفي رجالي في حريم خروج في شغل كتير جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تبخلوش عليا بلايك وشير. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.